وبهذه المناسبة أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العلاقات البحرينية الإماراتية تزدهر وتنمو بشكل مستمر وتشهد تطورا بفضل دعم واهتمام مشترك من عاهل البلاد المفدى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتعد نموذجا للعلاقات المتميزة. وأضاف الصالح خلال تصريح خاص لمركز الأخبار أن مصالح البلدين الشقيقين تنطلق من إرادة سياسية قوية تتلاقى على أهداف موحدة ورؤية إنسانية مشتركة. هذه المناسبة أحب أن أستذكر العلاقات الراسخة التي قامت على يد الآباء والأجداد في بين مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة، فكانت علاقات راسخة على كل المستويات وقوية بين القيادات وبين الشعوب، ولذلك نحن نعتبر أن هذه الذكرى وهذا العيد هو عيد لنا أيضا. العلاقات ما بين دولة الإمارات ومملكة البحرين علاقات قوية على مختلف المستويات، على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعوب، فنحن لا نستطيع إلا أن نقول أنها علاقات متميزة على مستوى العلاقات التي تكون بين الدول، فالاتصالات قائمة والتنسيق قائم في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية أو عسكرية. لذلك فنحن اليوم سعداء بهذه المناسبة، ونتمنى لدولة الإمارات العربية الشقيقة كل التقدم والازدهار.